جديدة دائما اختاري شامبو العباية بيرسيل. إذا رجعنا مشاهدينا مع فقرة أروع عباية من جديد، وراح نشوف المتسابقات الثلاث متبقيات مع اليوم. راح نبدأ بوفاء عمر من الإمارات. وصباح الخير وفاء. صباح النور، يعطيك العافية. الله يعافيك. تحكينا عن تصميمك اليوم. تصميمي بما أن اختيار اللجنة كان على تصميم عباء لسيدة الأعمال، اعتمدت فيه القصة الواسعة، بس في نفس الوقت أنا مش واسعة بزيادة لأنها كمان تعيق الحركة لسيدة الأعمال. دخلت عليها ألوان رسمية، اللون الاخضر العشبي واللون البيج العاجي، وعملت اوت لاين العبايه كلها كامله على اساس انها تطلع رسميه اكثر، يعني ما تكون فري في الشكل، باللون الرصاصي. ودخلت عليها يعني عامل تجميلي يعني شويه الكروشيه بعده الوان، يعني كمان تتناسب مع الالوان اللي اضفتها للعبايه، يعني غيرت شوي عن العباية باللون الأسود التقليدي. نعم. وكمان في نفس الوقت يعني ما طلعت عن مضمون العباية، إنها كمان ألوان رسمية تناسب العباية. جميل. كل التوفيق لك إن شاء الله يا وفاء. يعطيك العافية. تسلمين. الله يعافيك. راح نكون أيضا مع المتسابقة الثانية سهير أحمد من السودان، نشوف سوا تصميمها. صباح الخير سهير. صباح النور، أهلا يا مرحبا. العافية. هاي العبايتي هاي المرة اخترت تفصيلة الفراشة لأنها مريحة بالنسبة للمرأة العاملة. أدخلت فيها قماش اللون العنابي، أحس أنه بيعطي أنوثة أكثر للمرأة العاملة، معاه نقوش، بعض النقوش الذهبية، وأدخل فيها بعض الكريستال اللون العنابي لأنه الكريستال بيعطي أنوثة زيادة للمرأة. حلو. أتمنى أنها تعجبكم. إن شاء الله يا رب. شكرا لك سهير، كل التوفيق إن شاء الله. وإلى المتسابقة الأخيرة من تونس سميحة جمالي، ونشوف تصميمها لليوم. سميحة يسعد صباحك. صباح النور. أهلين. صباح النور. تصميمي مبتكر من خلال الكونسبت اللي حطته لجنة التحكيم اللي هي بزنس وومن. فأنا حبيت أعمل عباية عادية ما فيها كاتنج مشان حضور المرأة في الاجتماع العملي ما يكون مؤثر بأنوثتها أو جمالها أو ستايلها في اللبس، يكون بأفكارها المعلوماتية والبرامج اللي راح تقترحها. فحبيت أنه يكون هالديزاين مثل كل باقي نساء العالم، انهم بيحضروا بقميص ابيض وجاكيت. فقلت لها ليش ما اجسد هالفكره على عبايه. حلو. وهيك بيكون الديزاين يخلي المراه الخليجيه مثلها مثل غيرها في اي اجتماع عمل، تكون مؤثره بس بلغتها. جميل، وبشكل رسمي. شكرا. شكرا، يعطيك العافيه. طبعا راح نشوف الحين مو مشكلة، راح يرجعوا الحين الثلاث أو الست بالأصح المشتركات معانا عشان نعرف نتيجة التصويت. بس أول شيء خلينا نشوف سيدة أمل رأيك بالعبايات الثلاث اللي معانا. ناخذ التصميم الأول كان لوفاء، وفاء وفقت باختيار الألوان دمجها. العباية كانت كقصة بسيطة بس كانت مميزة باستخدام الألوان، خاصة يعني عباية رسمية وراح تكون للنهار، فاعتقد كان عباية كانت جدا موفقة. العباية الثانية كانت لسهير. سهير اللون اللي استخدمته لون جميل، وفي يعني في مثل وقار شوية، بس يمكن القصة ما كان فيه ابتكار كثير، فراشة مثل ما ذكرت، فما أضافت وايد كقصة العباية. سميحة أقدر أقول عن العباية كلاسيك شيك، يعطينا اللوك يمكن نقول شانيل. فاعتقد صحيح. الابيض والاسود والبلو. فاعتقد يعني تصميم جدا جدا موفق، يؤدي يعني يؤدي للغرض اللي المطلوب منه. حلو جميل، نتمنى التوفيق طبعا للجميع. وصلنا للفقر اللي انا ابدا ما احبها طبعا، وهو اعلان النتيجه مشاهدي، نتيجه التصويت، وراح تكون عند المصمم رجل الاعمال محمد سمحان. عندك نتيجه؟ طبعا نتمنى التوفيق للجميع. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. كل المتسابقات الحقيقه رائعين، مثل السابقتين الثنتين هند وصفاء كانوا جدا ممتازين. صحيح. كل تمنياتي بالتوفيق لهم، ولا بد انهم يعرفون المتسابقات ان دور لجنه الحكم مجرد نقد هادف ومتابعه في الاعمال، باقي التصويت للجمهور. لا بد ان نقول للجمهور في التصويت التروي في المشاهدة في التصميم أكثر، لإعطاء كل حق حقه. اليوم معنا الخارجة اليوم، واللي نتمنى أنها ما تكون زعلانة إن شاء الله، لكن هذه مسابقة ونتمنى أنكم كلكم موفقات إن شاء الله. المتسابقة سهير
أحمد عثمان من السودان، حصلت على 174 صوت. تمنياتنا لك بإن شاء الله مستقبل باهر وتستمرين في هذا العمل عشان تبدعين، لأنك أنت مبدعة يا سهير. أكيد ما توقفي عند هذه النقطة سهير، ننتظر إبداعاتك وتصميماتك الأيام الجاية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله، ونتمنى كمان نستضيفك على أنك أنت مصممة معروفة بعدين خلص. إن شاء الله. طبعا شكر لجميع المشتركات، نتمنى لهم كل التوفيق اكيد، بس اسمحوا لي مشاهدي راح استعرض معاكم النسب لانه تصويتكم جدا مهم، البعض يمكن يقلل من اهميه التصويت، بس حبيت اخبركم انه اكثر يمكن تصويت جاء من مصر لايه عبد الله عبد العظيم كان 789 صوت، ثاني تصويت كان فلسطين شذا زياد من فلسطين كان ب 772 صوت، التصويت اللي بعده كان للإمارات وفاء عمر محمد باطرفي كان 418 صوت، الرابع العراق فاطمة سعد كان 330 صوت، وطبعا تونس سميحة جمالي 292. يعني شدوا الهمة معنا مشاهدينا ومع المتسابقات، تراهم يحتاجون دعمكم أكيد. شكرا للجنة التحكيم أكيد المصممة أمل مراد، يعطيك ألف عافية، الله يسلمك. وأيضا للمصمم ورجل أعمال محمد السمحان. أنا ودي أقول أستاذة لوجين، الأسبوع القادم عندنا المسابقة، تكلم على التينيجر للمتسابقين إن شاء الله. أي بإذن الله. نعم هذا حيكون الحدث بهذا الطريق، نتوقع ألوان كثيرة إن شاء الله. إن شاء الله. فتمنياتي بالتوفيق لكم وشكرا لكم للجميع إن شاء الله. لعباية جديدة دائما اختاري شامبو العباية بيرسيل. أنا فاطمة سعد من العراق، أطلب منكم صوتوا لي وأتمنى أنه أكون على حسن ظنكم وتصويتكم يستاهل تصميم. أنا شذا سلام من فلسطين، شكرا للي صوتوا لي المرة اللي راحت، ويا ريت إذا عجبتكم عبايتي هالمرة بعد تصوتوا لي. أنا سهير أحمد عثمان من السودان، حبيت أشارك معاكم في مسابقة أروع عباية، لو حبيتوا تصاميمي عايزاكم تصوتوا لي. أنا آية عبد الله من مصر، طالبة في كلية طب أسنان، بسبب حبي للرسم والتصميم اشتركت في مسابقة أروع عباية وأتمنى إنكم تصوتوا لي. أنا وفاء عمر محمد من دولة الإمارات، أتمنى إذا عجبكم تصميمي تصوتوا لي. سميحة جمالي، واللي يحب التصميم اللي أنا باش نقدمه في المسابقة هذه، وما ننساش تشجيع الشعب التونسي اللي باش يكون هو المساند الأول ليا في المسابقة هذه. إذا فعلا مشاهدينا تصويتكم هو اللي راح يشكل النتيجة النهائية، فلا تنسوا تصوتوا وتدعموا المشتركات. طب